بالنسبة للارتباط بالمرأة العنيدة، لا أنا مش هكون حابب جدا إن أنا ارتبط بأي مرأة عندها صفة العند، لأن بكل بساطة المرأة جمالها ورونقها بيتلخص في الألفة بتاعتها، في طاعتها لجوزها، في سماع الكلام، في طيبة التعامل. انا شخصيه مش ما كنتش عناديه خالص، بالعكس مسالمه يعني، وما ما بحاولش اعند او اصمم او افرض رايي بالعافيه، بس ده اخرني في حاجات كتير على حسب الموقف اللي بتحط فيه. يعني مثلا لو في دراسة أو في حاجة هنجح فيها، لأ ممكن أعاند لحد ما أوصل وأثبت لنفسي وأثبت للناس إن أنا أقدر أعمل الحاجة دي. لو بقى في حياتي الشخصية مثلا مع حد مرتبطة بيه، على حسب برضو الطريقة والأسلوب. المرأة العنيدة أشد ما يكره الرجل، مش هيبقى في بيت آمن ولا عيشة كويسة جدا، لأن ممكن يكون الراجل أصلا بطبعه عنيد في قراراته. هو صراحة أنا عنادية شوية، بس أنا اكتشفت إنه العند مش بيوصل لأي حتة. بالعكس، إحنا بنخسر حاجات كتيرة قوي بعندنا. ممكن نخسر صحاب، ممكن نخسر علاقاتنا مع أهلنا، ممكن نشد في الكلام مع أهلنا، خناقات. طب وليه؟ إحنا ممكن نكبر دماغنا ونحاول بطرق مختلفة إنه إحنا ناخد اللي إحنا عاوزينه. وهيكون في عدم استقرار، وده هيخلق نفسية بيننا وبين بعض مش هتكون حلوة، ولو جه أطفال فهتكون الحياة يعني صعبة، فهيبقى التعامل معاهم صعب، والأطفال هتعيش في جو غير مستقر تماما، وهيكون في مشاكل كتير، والموضوع ده مش هيكون كويس جدا، وهيبقى التعامل صعب.